الدنيا كانت ماشيه كويس يعني نسبيا، بس بقى فضلنا لحد اخر بطوله اللي هي بطوله العالم الكبار اللي كانت هنا في مصر دي. احنا كنا ثلاثه متاهلين من مصر، يعني ثلاثه نقدر نتاهل من الرانك العالمي في مصر، فاخر بطوله دي هتبقى فيصل. فعلى حسب بقى هي البطوله دي يعني اللي هيدخل فيها واللي هيزود عدد البوينتس بتاعته في الرانك الاولمبي هو اللي هيطلع. هما بيختاروا اثنين بس من الرانك، يعني ممكن اثنين من البلد يطلعوا. بس اول لو انت دخلت من اول ثلاثة فانت اوتوماتيك كواليفيكيشن، حتى لو انت ما كنتش متاهل من الرانك الاولمبي ده اصلا من قبل البطوله، بس دخلت من اول ثلاثة فانت خلاص دايركت كواليفيكيشن وتاهلت اولمبياد طوكيو. بس وده اللي حصل معايا يعني. انا الحمد لله كنت متاهل من الرانك العالمي، بس بقى اللي خلاص كونفيرمد خالص يعني لما خدت ثالث في بطوله العالم. لا هي عامه السنه بتاعه الكورونا يعني والتاجيل بتاعه الاولمبياد الحمد لله يعني جت في صالحي، لان طبعا خدت ساعتها خبره زياده برده في السلاح، وخدت خبره زياده في الفروسيه، وزي ما قلت لك هي العاب خبره، هما اللعبتين العاب خبره الفروسيه والسلاح، كل ما هتتمرن زياده فيهم كل ما هتكتسب خبرات كل ما هتتحسن. فطبعا السنه دي فرقت معايا بشكل كبير كمان يعني، حتى في الالعاب الرقميه يعني في الجري مستوى الحمد لله برضو تحسن يعني. الحمد لله كنت برضو مميز من قبل الفتره اللي بتاعت التوقف دي، بس بعدها برضو قدرنا نطور شويه في الجري، فده زود لنا الميزه برضو شويه في ان احنا بنقوي بقى الخمس العاب كلهم يعني. بس فالحمد لله ان هي جت في صالحي يعني. احنا عندنا عشان طبعا برضو الخماسي خمس العاب صعب قوي انك تقدر تتصرف فيهم هم الخمسه، بس هي يعني الجري كان كده كده كنا بنجري في الشارع، فتنس في البيت، في السباحه طبعا هي اللي كانت مفيش تماما يعني. طول الاربع شهور دول ما عرفناش نعوم في اي حته خالص طبعا، كل حاجه كانت قافله. السلاح انا عندي ليا اخ اصغر مني، خدنا بيست سلاح من الاتحاد وحطيناها عندنا في البيت يعني، فضينا شويه البيت وفرشناها في الريسبشن تحت، وقعدنا انا وهو بنتمرن سلاح مع بعض. فبس وبرده بس طبعا كانت الفروسيه برده كانت طبعا تمارينها صعب جدا، فهم على قد ما كنا بنقدر بس بنحاول اللي هو عشان اول ما نرجع الدنيا ما تبقاش واقعه خالص يعني. طبعا المجر، روسيا، فرنسا، انجلترا، الاربع دول اقوياء جدا يعني، بالذات انجلترا يعني اللعيب بتاعها كويس جدا. والمجر عندهم يعني لعيب المجر مثلا اللي خد اول في بطوله العالم اللي هي الكبار اللي انا كنت واخد فيها تالت دي عنده 38 سنه، فلعيب كبير. وبالنسبه للخماسي طبعا سنه كبير جدا يعني، ان هو يبقى عنده 38 سنه ولسه مكمل لحد دلوقتي ويبقى فيه لياقه يعني. مثلا هيبقى مميز في الالعاب اللي هي الخبره اللي هي زي السلاح والفروسيه، لكن طبعا الجري والرمايه الجري والسباحه يعني، الرمايه برضو بتبقى شويه فيها خبره وبتاع، لكن الجري والسباحه طبعا العاب رقميه بتحتاج مجهود كبير جدا، فهي دي بقى الفكره. لكن في الاخر هو ما شاء الله يعني خد اول يعني في الاخر. وفرنسا برضو اقوياء جدا. بس فانت عندك كام اللي هم الاربع دول دول هم اللي فيهم يعني التارجت ان هم يبقى هم اللي على البوديوم يعني في الاولمبياد ان شاء الله. اكيد طبعا يعني، لا يعني الحمد لله يعني اللي هو الفتره اللي فاتت وكمان بزياده برضو بطوله العالم الكبار ادتني دفعه لاولمبياد طوكيو ان انا اقدر احقق فيها ان شاء الله يعني ميداليه. ده اللي احنا نتمناه كلنا يعني، ومش هقول ان هي سهله، مش هقول برضو ان هي مستحيله، لكن كل حاجه برضو بتيجي بالشغل يعني وبالمجهود. فاحنا يعني خلاص هذا الفتره دي احنا فاضل بالظبط على اللعب يعني بتاعنا 3 اسابيع، فلو الفتره اللي جايه هنحافظ على شويه حاجات لان يعني يعتبر اللي ذاكر ذاكر يعني بس. فان شاء الله خير يعني، اكيد طبعا يعني، وان شاء الله يعني قدرت ان انا اجيب الميداليه الاولمبيه. طبعا هدفي بقى بعد كده ان اجيب ميداليه اولمبيه ثانيه ان شاء الله في باريس 24، في لوس انجلوس 28 يعني. هي دايما كل حلم كل الرياضي الاولمبياد يعني، بس ومش ميداليه واحده الحمد لله يعني. انا سن لسه صغير يعني 21 سنه، ولا قدر الله ما جاتش برضو المره دي هتيجي ان شاء الله اللي بعدها، هتيجي اللي بعدها. لا طبعا هي زي ما قلت لك حلم كل الرياضي هي الاولمبياد، لان هو حدث بيتكرر كل 4 سنين،
لكن انت لو جيت هتتكلم مثلا على مدار مثلا بقى خلال الاربع سنين دول، انت بتبقى عينك كلها على بطولة العالم اللي بتبقى كل سنة، لان انت عندك كذا كاس عالم في السنة بس، فهي تدريجيا كده بتبقى الأهمية يعني الأولمبياد، بطولة العالم، كاس العالم.